أيما شيء تحلم به فأنت تستطيع تحقيقه، بس دي أحلام اليقظة مش أحلام المنامات. أحلام المنامات ده عالم تاني خالص. الحلم هو مرآة للعالم الداخلي اللي جوانا، الحلم هو محاكاة للنفس وأسرارها. وأول ما نقول حلم يبقى لازم يكون عندنا متخصص لفك رموز وطلاسم عقلنا الباطن، ولما نقول متخصص يبقى لازم يكون الشيخ موسى الفواخري. برحب بحضرتك فضيلة الشيخ موسى الفواخري. السلام المشاهدين، أهلا بحضرتك. عايز أعرف من حضرتك دلالات الخناق في الحلم بيبقى ايه؟ ناس كتير بتحلم ان هي بتتخانق وبتزعق وبتتعصب لدرجة انها بتقوم من النوم منهكة جدا وتعبانة. اذا شفت ان انا بتخانق مع حد في الرؤية بتدل على الخير، على الخير او بتدل على الصلح. طب دي عندنا في القرآن؟ ايوه عندنا. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله اعلى واعلم. طيب ناس كتير قوي بيشغلهم فكره الخيانه في الحلم، بينزعجوا جدا. يعني لو زوج شاف نفسه ان هو بيتزوج امراه اخرى غير زوجته في الحلم، لا ده مش نسميه خيانه يا استاذه. لما اشوف ان انا بتجوز، لا الاثنين يعني جزء الخيانه وجزء الزواج. لما اشوف ان هو بيتجوز، اصل المراه دي في الرؤيه مش واحده هتجوزها، ده دنيا. فهناك دنيا لو انا فيها ده خيانه يبقى دنيا حرام. طيب انا بقى اتجوز في الحلال يبقى رزق حلال، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الاسراء والمعراج نادت عليه واحده كده متزينه وجميله ولابسه لبس جميل، فقالت له يا محمد يا محمد، فلم يجيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من هذه يا جبريل؟ قال هذه هي الدنيا. هذه هي ايه؟ الدنيا. فانا لما اشوف ان انا بتجوز في الرؤية، يا ريت كل واحد يشوف انه بيتجوز كل يوم بس في الحلال، ده زيادة في الرزق. ولما اشوف ان انا بخلاف ذلك يبقى ده رزق حرام، ربنا يصرفه عني، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النكاح مفتاح الرزق. والله اعلم واعلم. طيب الطلاق في الحلم يا فضيلة الشيخ، يعني لو مثلا واحد متزوج شاف ان هو طلق مراته في الحلم، ولو غير متزوج بتفرق؟ هذه هي الدنيا. يعني الانسان ما يطلق زي ما احد الصالحين او اعتقد ان كان سيدنا علي قال يا دنيا اني طلقتك ثلاث بلا رجعه. الطلاق هنا لما اشوف ان انا طلقت الدنيا او انا طلقتها او شفت ان طلقت مراتي يبقى ده راجل مش من اهل الدنيا. خلاص زاهد في الدنيا مش عاوزها. لان هنا الدنيا قلنا المراه هي الدنيا. فانا ما طلقها يبقى انا مش ماليش في الدنيا. يعني مش هتفرق بقى سواء متزوج او غير لا اطلاقاً متزوج. طب البحر في المنام بيدل على ايه؟ البحر ربما دل على الرزق، وربما دل على الدنيا، وربما دل على الرفعه، لان الله قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ولما ذكر قبل كده وطلع وعرف الحاجات، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ما ربنا بيوصف البحر كده، البحر المالح والعذب. فأنا ما أشوف إن أنا شفت البحر في الرؤية ربما دل على الرزق، وربما دل على الرفعه، وربما دل على العباده، لان النظر الى مخلوقات الله عباده. انا ما اشوف ان انا بنظر للبحر عباده، ما اشوف ان انا بنظر للسماء عباده، ما اشوف ان انا بنظر للارض عباده. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والله اعلم.